أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الدرس الماضي قد بدأ بالبحث الجديد، وهو البحث الخاص بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. وقلنا بأن في هذا الحديث كان الكلام في أن مسألة التبعية هذه هل هي مسألة يعني متفرعة بجميع الفروض، أو أنها لا يمكن أن تكون متفرعة بالجانب الإيجابي الذي هو الجانب الذي بسببه تحصل الحجية للمدلول الالتزامي، أو لا أنه يمكن التفريق بين الجانب الإيجابي الذي هو الجانب اللي عبر عنه بالتفرع الوجودي، والجانب الآخر اللي هو التفرع الحجتي اللي هو يكون تفرع في الحجية. المصنف أشار إلى قول في هذه القضية، وهو القول الذي يحاول فيه من خلاله ماذا؟ من خلاله المصنف أن يفرق بين القضيتين، يعني بين قضية التفرع الوجودي وبين قضية التفرع الحجتي. هذا الأمر أن أشار إليه ماذا؟ أشار إليه بهذه الطريقة كما قلنا، بأنه الاعتبار أنه يعني كأنه يريد أن يجعل للقضية يعني زخما نفسيا قبل أن يدخل فيها في تفصيلاتها. طبعا المصنف طريقته في الطرح هنا اختلفت، يعني باعتبار أنه أراد أن يبين أولا الاحتمالية المطروحة في المقام، ثم بعد ذلك أراد أن يبين أن هذه الاحتمالية معارضة، وهذا التعارض للاحتمالية هذا يمكن ماذا؟ يمكن يعني الرد عليه. هذا الرد الذي يكون عليه هو ماذا؟ هو الذي يكشف عن توجهات المصنف في هذه القضية، يعني موقف المصنف في هذه المسألة. قال المصنف أولا أنه إذا كان الاحتمال المدلول عليه من قبل الأمارة بالدلالة الالتزامية من قبيل اللازم الأعم، فهو محتمل الثبوت حتى مع عدم الثبوت، مع عدم ثبوت المدلول المطابق. وحينئذ هذا محتمل الثبوت، أراد أن يبين أنه ترى القضية يعني قضية أخذ ورد، لأنه من البداية لا يمكن أن يقول مثلا هو ثابت أو ليس بثابت، فيبقى يعني كأنه يريد أن يعطي يعني حرية للقول وللقول الآخر، فقال هو محتمل. على كل حال هو محتمل الثبوت، فمحتمل الثبوت قد يكون ثابت قد لا يكون ثابت. ومن هنا يقول: وحينئذ إذا سقطت الأمارة عن الحجية في المدلول المطابق لوجود معارض أو للعلم بخطئها فيه، فهل تسقط حجيتها في المدلول الالتزامي أيضا أو لا؟ حتى هنا هذا أصل المثل، وهو أنه بعد أن اتفقنا بحسب نتيجة البحث السابق أنه الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية، الآن تبعيتها في هذا الجانب الإيجابي تشبه تبعيتها في يعني تبعيتها في الجانب السلبي، تشبه هذه التبعية أو لا؟ هناك فرق بين الحالتين. القول الأول هو أشار إليه بهذه الطريقة التي قلنا أنها طريقة من خلال ماذا؟ يعني كأنه شون الطريقة التي يحاول أن يأتي بطريقة الجانب المشترك بينه وبين الآخر، حتى لا يجعل بينه وبين الآخر مثلا قضية فجوة أو ما شابه ذلك، أو مسألة يعني فيها نوع من يعني الطرح اللي يكون قاطع وطرح مثلا فاصل بين الجهتين. قال: قد يقال إن مجرد تفرع الدلالة الالتزامية على الدلالة المطابقية وجودا لا يبرر تفرعها عليها في الحجية أيضا. هذا الكلام هو القول الذي يقتضي، هذا الكلام هو القول الذي قال به المحقق النائيني، وهو الذي يراه المصنف كما هو يعني كما سيتضح ذلك من خلال ماذا؟ من خلال رده على ما ذكره القائلين بالتفرع. هنا عندنا يعني قولان: قول بوجود تفرع وجودي واستقلال في الحجية، وعندنا قول بتبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية تفرعا وحجة. المصنف عندما قال ما قال، عندما أشار بهذا القول عندما قال وقد يقال إن مجرد كذا لا يبرر، أراد أن يقول بأن هناك من يفرق بين القضيتين، يعني بين الجانبين، بين التفرع الوجودي والتفرع الحجتي، وبين القول الذي يقول بعدم ماذا؟ بعدم يعني بعدم التفريق، أنه هناك ماذا؟ تفرع في الحجية يشابه ماذا؟ التفرع في الوجود. هذا التفرع في الحجية تابع للتفرع في الوجود، الوجود الذي للدلالة الالتزامية متفرع عن وجود الدلالة المطابقية،
والحجية للدلالة الالتزامية متفرعة عن وجود ماذا؟ عن وجود الحجية للدلالة المطابقية. هذا هو ما يريد أن يقوله. فيريد أن يقول أن هناك اختلافا في وجود ملازمة بين التفرع الحجتي والتفرع الوجودي وعدم وجود ملازمة. وقد يقال، وأنا أقول كما سيتضح من خلال كلامه، وقد يقال بوجود ماذا؟ بوجود تفريق بين الأمرين، أن المسألة في الدلالة الحجتية أمر، وفي الدلالة الوجودية أمر آخر، يعني في التفرع الوجودي أمر آخر. فنحن لا نختلف، يعني فكأنه إذا أردنا أن نعطي مثلا مقارنة بين القائلين هنا والقائلين هناك، كأن القائلين في الطرفين، يعني في الطرفين اللي هما طرفين مختلفين، كأن القائلين في الجميع قائلون بالتفرع الوجودي، ولكنهم على كل حال اختلافهم في أن هذا التفرع الوجودي يعني يشبه إلى حد كبير التفرع الحجتي، أو لا، أن التفرع الحجتي له ماذا؟ له حال، والتفرع الوجودي له حال أخرى. فهنا إذا جعلنا هناك مقارنة، نقول كل من الطرفين قائل بمسألة التفرع الوجودي، والأحد الطرفين قائل بتبعية التفرع الحجتي للتفرع الوجودي، والآخر لا يقول بذلك. القائل بالتفريق هو المحقق النائمي، القائل بالتفريق هو المصنف. فإذا قلنا له وقلنا لغيره من القائلين بهذه القضية، وهو أنه نحن عندما نتحدث عن هذه القضية ونريد أن نفرق، كيف يمكن لنا أن نفرق؟ أنتم كأنهم تنسون أنه بدون الأمارة لم تكن هناك دلالة مطابقية، ولم تكن هناك دلالة التزامية. فأنتم عندما تريدون أن يعني تقولوا بأن هناك دلالة التزامية ودلالة مطابقية، ووجود الدلالة الالتزامية متفرع ومع تفرعه لا يتأثر، هذا كأنه ماذا؟ كأنه هذه القضية كأنها فيها عملية، فيها قفزة، فيها مثلا محاولة للقفز مثلا على عملية التأثير والتسبيب، التي هي طريقة قضية واضحة، أن الذي يكون هناك يعني الذي يكون مسبب إذا فقد سببه فهنا هو لا يكون موجودا. هذا الذي يتوقع الناظر عندما ينظر إلى شيء ويكون هذا الشيء مسبب، إذا فرض أن السبب ليس موجودا فمعنى ذلك أن المسبب ليس موجود، لأنه هذه القضية وهي قضية التفريق بين الأسباب والمسببات هذه قضية عقلية واضحة بينة، يعني لا يمكن لأحد أن يناقش في أن السبب والمسبب يمكن ماذا؟ يمكن التفريق بينهما. والقول بأن التفرع الوجودي شيء والتفرع الحجتي شيء آخر، كأنه ماذا؟ هسه إن لم نقل بأنه بظرف قاطع أنه نوع من أنواع التفريق بين العلة والمعلول، يعني كأنه يشبه ذلك، كأنك تريد أن تقول أن السبب غير موجود والمسبب ماذا؟ يعني موجود. قالوا في جواب ذلك هنا مرحلتان، المرحلة الأولى هي مرحلة التفرع الوجودي، ونحن في مرحلة التفرع الوجودي لا نناقش في هذه القضية، وما تذكرونه من قضية التفريق بين السبب والمسبب هذه تامة في هذا الإطار، في هذا المجال، أنه لا يمكن لنا أن نفرق بين الشيء الذي يكون سببا لوجود الشيء وبين ماذا؟ وبين الذي يترتب على هذا التسبيب، يعني هو السبب ومسببه. لكن هناك قضية، وهي أنه من خلال إعطاء الأمارة يعني اعتبارا من قبل الشارع، ماذا ترتب على هذا الإعطاء وهذا الاعتبار؟ ترتب على هذا الإعطاء أن الأمارة هذه كانت ماذا؟ أن الأمارة هذه كانت دالة على ماذا؟ على ما يدل عليه دليلها. ما الذي يدل عليه دليلها؟ أولا قالوا مدلوله المطابق، ثم مدلوله الالتزام. يقول نحن في هذه المسألة بهذه القضية بهذه الكيفية ماذا حصل عندنا؟ حصل عندنا مدلولان، مدلول مطابقي ومدلول التزامي. هنا عندما حصل المدلولان، المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، كل منهما مدلول، كل منهما تابع لأي شيء؟ تابع لحجية الأمارة،
تابع لحجية الدليل الذي أثبت هذا الأمر، وهو حجية الأمارة، يعني تابع للدليل الذي هو أثبت حجية الطرفين، جعلهما حجة. بعد ذلك، بعد أن انتهى المحل والكلام والمورد والمقام في قضية ثبوت الحجية للطرفين، انتقلنا بعد أن ثبت لنا وجود فردين كل منهما متفرع عن اعتبار الأمارة، وحصل هذان الفردان، الآن جاءت مشكلة، جاء مانع، جاء سبب مانع، ماذا؟ من بقاء حجية أحد الفردين. واتفاقا كان الذي جاء، يعني اتفاقا كان الذي جاء المانع ليمنع من تأثيره هو الدليل المطابقي، الذي هو ماذا؟ الذي هو يعني مدلول الدليل، مدلول الأمارة مباشرة، اللي هو الدلالة المطابقية. هنا أنتم عندما تتحدثون عن المدلول الالتزامي، لا تتحدثون عن المدلول الالتزامي بما له من من القابلية، بما له من الإمكان، من الاستعداد. أنتم تتحدثون عن المدلول الالتزامي بعد صيرورة المدلول الالتزامي ماذا؟ حجة. بعد ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي، أنتم كأنكم تقولون للمدلول الالتزامي بعد ثبوت حجيته، هذه الحجية التي حصلت عليها من خلال الدليل العام أو الحجة العامة أو الأمارة أو اعتبار الأمارة التي كانت سببا في ثبوت الحجية لك وللمدلول المطابقي، هذه الحجية عليك أن تتنازل عنها. الحديث معه بعد صيرورته حجتان ليس هو الحديث، يعني هو لما كان قبل أن تحصل الدلالة المطابقية، نعم للدلالة المطابقية تأثير في وجودها وعدمها، ولكن بعد أن ثبت وتحقق وأصبح فردا مستقلا تابعا، عندما نتحدث ماذا نتحدث؟ نتحدث عن هذه القضية ماذا؟ نتحدث عن هذه القضية على أساس ماذا؟ على أساس أن المدلول الالتزامي تابع للمدلول المطابقي بأي طريقة عندما نتحدث، لا نتحدث على أساس ماذا؟ لا نتحدث على أساس أن التفرقة بين المدلولين، يعني المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، هو التفريق بين العلة والمعلول. صحيح الذي دل على المدلول المطابقي كان سببا في الدلالة على المدلول الالتزامي، ولكن علاقة المدلول المطابقي بالمدلول الالتزامي ليس علاقة علة ومعلول. يعني عندما نقول أنه يوجد عندنا شيء يوجد في طول شيء، فإننا نتحدث عن الطولية، بمعنى أنه لو فقد الأصل فقد الأتباع، فقد الذيل. أما في حالة الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية، وجود الدليل، وجود الأمارة، اعتبار الأمارة، حجية الأمارة، إذا وجد هل يعني أننا عندما نتحدث عن رتبة الدلالة الالتزامية وعن رتبة الدلالة المطابقية، فكأننا نقول أن الدلالة المطابقية إذا لم تتفرع لا تتفرع الدلالة الالتزامية؟ لا نقول هذا، نقول بأنه الدليل الذي له حجية له فردان مدلولان، مدلول مطابقيون ومدلول الالتزاميون، ولا يمكن لكم أن تقولوا والله هذا الدليل إذا فقد تأثيره في المدلول المطابقي يكون ماذا؟ يكون قد فقد تأثيره في المدلول الالتزامي. لماذا؟ لأنه القضية ليست ماذا؟ ليست قضية طولية، إنما هي قضية ماذا؟ إنما هي قضية عرضية. فحجية الأمارة أثبتت لنا فردان، أحدهما المدلول المطابقي والآخر ماذا؟ المدلول الالتزامي. وهذان الفردان وهما المدلول المطابقي والمدلول هذان الفردان المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي هما في عرض واحد، لأنه ماذا؟ لأنهما في طول. لو كانا في الطول يمكن لنا أن نقول أن هذا حصل وينتظر ماذا؟ وينتظر الثاني، ينتظر حصول الأول. فنقول بعد أن ثبتت الحجية للطرفين، يعني للمدلولين، للمدلول المطابقي وللمدلول الالتزامي، أصبح كل منهما فردا مستقلا، صيرورة كل واحد منهم فردا مستقلا، حصول مشكلة
مع أحد الفردين، ما علاقة الفرد الآخر بها؟ ما علاقة؟ لو حصلت مشكلة مع المدلول الالتزامي، لو حصلت مشكلة مع المدلول المطابقي، ما علاقة الطرف الآخر بها؟ خصوصا ونحن نعتقد ماذا؟ ونحن نعتقد بعرضيتهما من ناحية ماذا؟ من ناحية الحجية. هناك دليل له حجية عامة أثبت مدلولا مطابقيا ومدلولا التزاميا، فإذا كان كذلك فكل منهما يرتبط ماذا؟ بالدليل العام الذي ماذا؟ الذي هو حجية الأمارة. فإذا كان مرتبطين بصورة مستقلة عن بعضهما بالدليل العام، فانقطاع ارتباط أحدهما وتأثيره مثلا لا علاقة له بالثاني، لأن الثاني ليس مرتبطا بالأول من هذه الجهة. هذا تقريب ماذا؟ هذا تقريب للقضية. هنا عندما جاءوا إلى هذه القضية وأرادوا أن يفسروها ماذا قالوا؟ قالوا الذين جاءوا للقول بعدم الحجية ماذا قالوا؟ قالوا إنه القضية قضية تفرع، وهذا التفرع تفرع وجودي، والتفرع الوجودي قضية عقلية واضحة المعالم بينة، وجوده وجود، عدمه عدم، انتهى. نعم، هسه هنا باعتبار أن هذه قضية يعني أصولية فتجري فيها مثل هذه القضايا، قالوا نعم تجري فيها مثل هذه القضايا بنفس كما يقال بنفس المورد الذي تجري ماذا؟ تجري في القضايا الأخرى. هذا واحد. الأمر الآخر، عندما جاء المصنف لهذه القضية ما أراد أن يقول؟ أراد أن يقول بأنه إذا أردنا أن نقول بالتبعية يجب علينا أن نقول بأحد القولين، إذا أردنا أن نقول بعدم التبعية يجب أن نقول بالقول الثاني. فعندما إذا أردنا أن نفرق فعلينا أن نفرق ماذا؟ بين التفرع الوجودي والتفرع الحجتي. التفرع الوجودي لا مشكلة في أن الجميع يقول ماذا؟ بأنه الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية هنا تفرع على، لكن حجيتهما كلها مأخوذة ماذا؟ من الدليل العام. الدليل العام حجة في الأول وحجة في الأثر. التفرع هذا الذي عبر عنه تفرع هذا هو ما يعني يقولون، لأنه نحن نحتاج إلى تحديد الدلالة المطابقية حتى يأتي ماذا؟ حتى يأتي اللازم. ما معنى التفرع؟ معنى التفرع أنه يجب أن نحدد ما معنى المدلول المطابقي، حدود المدلول المطابقي، حتى يكون التفرع عليه اللي هو المدلول الالتزامي مناسبا معه، متناسبا معه. هذا المطلوب، ليس أكثر من هذا. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا بأنه يجب أن نفرق بين الطرفين للقول بعدم التلازم، أو نقول بالتطابق بين الطرفين وتبعية الطرفين لبعضهما البعض حتى في هذا المورد اللي هو مورد التفرع الحجتي، حتى نقول بعدم ماذا؟ بعدم يعني بعدم الحجية. يعني نقول أنه إذا منعت الدلالة المطابقية تبعت الدلالة الالتزامية ماذا؟ المطابقية في عدم ماذا؟ في عدم الحجة. فتكون الدلالة المطابقية ليست حجة لسبب من الأسباب، مانع كما أشار المصنف، يعني علم مثلا كما علم مثلا بالخطأ ما شابه ذلك، لأي سبب. إذا حصل هذا الأمر مع الدلالة المطابقية فإن الدلالة الالتزامية كأنه ماذا؟ لوحدها ماذا؟ تفقد هذه الخصوصية، وهي خصوصية كونها حجة. طبعا المصنف بعد أن قال هذا الكلام، طبعا وهو يقول به يعني نقله وقاله بهذه الطريقة التي أشرنا إليها، ثم يعني يتبين أنه ماذا الذي يعني يقول بخلاف هذا الكلام، الذي يقول بخلاف هذا الكلام أشار بقوله، وهو قوله يعني الإشارة لهذا الرأي الثاني بقوله قاد، وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. هسه هنا التفرع في الحجية، التفرع في الحجية يعني شنو اللي يقول؟ يقول يعني إحنا عندما قلنا بأن هناك تفرع يعني تفرع بها الجهتين، عندما قلنا بوجود تفرع هنا وتفرع هناك يعني قلنا بأن القضية ما مرتبطة. الذي يريد أن يقول بالارتباط أراد أن يقول أن هناك تفرع حجتي كما يجوز يقول ماذا؟ تفرع وجودي. القائل الأول ماذا يريد أن يقول؟ القائل الأول يريد أن يقول أن التفرع الحجة مرتبط بالدليل الأول العام اللي هو ماذا؟ حجية الأمارة. التفرع
التفرع الوجودي كان مرتبطا باعتبار أنه يجب أن نعلم ما هي الدلالة المطابقية حتى يتفرع عنها الدلالة الالتزامية. هذا التفرع وجودي. من نتيجة حجية الأمارة أثبتت فردان، هذان الفردان تفرعهما الوجودي غير تفرعهما الحجتي. الذي يريد أن يقول بأن تفرعهما الوجودي هو تفرعهما الحجتي يجب أن يقول أن هناك تفرع وجودي وتفرع حجتي بنفس الطريقة. الذي كان سببان هو الأول والكان مسبب هو الثاني، وهكذا بالحالة الثانية عندما نقول أن الدلالة الالتزامية حجة، يعني حجيتها ماذا؟ حجيتها متفرعة، كما أن وجودها متفرع كذلك حجيتها متفرعة. دلالة التزامية يعني. المطابقية ثابتة، هي هذا المدلول الأول. المطابقية إذا ثبتت وثبت بسببها وجود دلالة التزامية، حجية هذا الثابت الثاني اللي هو الدلالة الالتزامية هل هو أيضا متفرع أو لا؟ الذي فرق قال لا ليس متفرعا، لأنه هذا مندثق ماذا؟ مندثق من حجية الأمارة. فكأن الأمارة لها ماذا؟ لها مصداقان، أب وله ماذا؟ ولدان، أحدهما مات، أحدهما لم يكن له ماذا تأثير، أحدهما شل، ما العلاقة الآخر؟ هذان فردان ماذا؟ لجهة واحدة. هذا يعني التقريب، هذا اللي أقوله حتى يبين أنه ترى كأنه مرتبطان بأمر واحد وهو حجية الأمارة، لكن بالنتيجة حتى يقال أن هذا الولد الأصغر يجب أن يكون هناك ماذا؟ ولد أكبر. هذه القضية نعم أنه والله هذا مرتبط به، هذا الأول وهذا هذا ما له علاقة. نعم هذا أصغر، الأصغر تابع للأكبر بهذه الجهة. لو فرض أنه هذه تبعية وجودية، لو فرض أنها تبعية نقول هذه التبعية ما له علاقة. نعم هذا أصغر وهذا أكبر صح، ولكن الأكبر لو شل ما له علاقة الأصغر به، لأنهما متفرعان عن الأب. هنا هذا للتقريب نقول الذين قالوا بوجود ماذا؟ بوجود تفرع الحجة مع وجود ماذا؟ مع وجود التفرع الوجودي. ماذا قالوا؟ قالوا أنتم عندما تعتمدون على نفي الملازمة بين التفرع الوجودي والتفرع الحجة، على أي شيء تعتمدون؟ قالوا نعتمد على أنه القضية التي تذكر كما ذكرها المصنف أنه يوجد لازم ولازم أعم. لو كان الحديث عن اللازم المساوي، لو كان الحديث عن اللازم الأخص، لا مشكلة عندنا، نقول بأنه إذا سقط سقط، لذا هذا بعد واضح، هذا تابع، وإذا كان تابعا وكان مساويا، إذا كان مساويا فلا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن نقول بأن مع كونه مساوي ماذا؟ تبقى حجيته. أما بالنسبة إلى اللازم الأعام، طبعا الخط واضح بعد، اللازم الأعام فالقضية في اللازم الأعام. إذا قلتم باللازم الأعام، اللازم الأعام هذا اللازم الأعام إذا حصل وجاءنا خبر وقال مثلا أن هذا الخبر مثلا بشيء، هذا الشيء قد ما كان ثابت، السماء كان ثابت بسبب وجود معارض له، أو بسبب وجود اطلاع على كذب هذه القضية. مثلا جاء شخص وقال مثلا فلان مثلا حصل له كذا، مثلا قتل مثلا، وكان سبب قتله ماذا؟ مثلا التفجير، حصل انفجار ومات هذا الشخص. تقول أنه بالنتيجة إذا اطلع الإنسان على أن الذين ماتوا في هذا التفجير مثلا ليس هذا منهم، هذا يعني أنه بالنتيجة يجب أن يكون هذا الإنسان مميز؟ ممكن يثبت هذا؟ لا، قد يكون الموت حصل بشيء آخر مدعوم السيارة. واضح؟ حصل عنده عارض لأي سبب. فهنا عندما يقال أنه يوجد للأمر للازم عمومية، فهذه العمومية هي المعتمدة في هذا الإطار. ونحن عندما نقول، يعني هؤلاء الذين يقولون بعدم وجود الملازمة بين الطرفين، يقولون أنه عندنا لازم أعم، هذا اللازم الأعم الحديث معه ليس كالحديث مع اللازم الأخاص أو اللازم المساوي، فإذا نفي الملزوم ليس بالضرورة أن ينفى اللازم، لأنه هذا لازم أعم. فإذا لم يكن موته مثلا بالانفجار قد يكون موته ماذا؟
بشيء آخر، بعارض صحي، وهكذا. أسباب الموت يعني لو كان سبب الموت منحصرا في الانفجار، لو كان سبب الموت منحصرا في الانفجار لا يموت الإنسان إلا في هذه الطريقة. بعد ممكن واحد يدعي بعد التفريق وعدم وجود الملازم، كله لا يمكن. أما لو كان الموت حدث له أسباب قد تبدأ ولا تنتهي، وكان هناك شخص أخبر عن ماذا؟ عن أنه مات، قيل له وكيف مات؟ قال مات بهذه الطريقة. بعد ذلك تبين أن هذه الطريقة لم تكن هي سبب الموت. هذه بيان أنه اطلاعنا، علمنا بأنه مخطئ في سبب الموت، هذا يعني عدم موته؟ نقول لا، لأن الموت له أسباب متعددة. الذين قالوا بالتفرع الحجة نظروا إلى هذه القضية، أنما قالوا أنتم تعتمدون على إيش؟ على العمومية في اللازم، وهل توجد عمومية هنا؟ قالوا لا، نناقش إحنا في أنه في المقام توجد عمومية أو لا. إذا كان، إذا ثبت أنه لا يوجد عموم في اللازم، وكان اللازم الذي نتحدث عنه في هذا المقام في حجية الأمارة لازم مساوي، هل توجد لكم بعد حجة في أنه لا يوجد ملازمة بين سقوط هذا وسقوط ذا؟ قالوا لا، ليس عندنا. ولكن كل يعني كما كل الصيد في جوف يعني كما يقول في جوف الفرا كما يقولون هكذا، يعني كل الكلام في إثبات هذه القضية، كل الكلام في إثبات وجود المساواة. أنتم، نحن نقول ماذا؟ نقول هو لازم نعم. ما أنتم تقولون ماذا؟ لازم مساوي. كيف تقول؟ كأننا نتحدث عن قضيتين. نقول لا، لا نتحدث عن قضية، نتحدث عن قضية واحدة. نقول هو لازم أعم، والحديث هنا ليس عنه بما له من العمومية، بل حديث عنه بما له من المساواة. يعني صحيح هو من حيث الذات، من حيث الأصل، هو ماذا؟ هو لازم أعم. ولكن حديثنا هنا عن أي شيء؟ حديثنا هنا عنه بما له من المساواة، لا بما له من العمومية. لذلك ماذا قال المصنف؟ قال وقد يقرب التفرع في الحجية بأحد الوجهين التاليين. الأول ما ذكره السيد الأستاذ، طبعا السيد الخوي اعترض على أستاذه المحقق النائمي بهذا. ها؟ نعم، تفيع حجتي أكو. هنا المصنف يقول لا يوجد تفيع حجتي، يوجد تفيع وجودي. حجتي بعد كل واحد أصبح حجة، وكل واحد يعني شؤونه مستقلة عن الآخر. السيد الخوي يقول لا، ما قاله المحقق النائني من وجود عدم ملازمة بين التفرع الوجودي والتفرع الحجتي لا، هذا غير دقيق. لماذا؟ لأنه اللازم المتحدث عنه ماذا؟ لازم مساوي، المتحدث عنه، لأنه بحسب ذاته ماذا؟ لازم عنه، هو فعلا لازم عنه، ولكن الحديث عنه الذي وقع النزاع فيه ماذا؟ لازم مساوي. نعم، كيف تثبت أيها يعني السيد الخوي، كيف تثبت مثل هذا القول؟ يقول المصنف الأول ما ذكره السيد الأستاذ، طبعا يقول السيد الأستاذ يعني يقصد السيد الخوي، من أن المدلول الالتزامي مساو دائما للمدلول المطابقي. هسه هنا كون المدلول الالتزامي دائما مساو للمدلول المطابقي وليس أعم منه، ماذا يتفرع عنه؟ يتفرع عنه إذا ثبت أنه ثبت البطلان أو ثبت المعارضة، عند ذلك ما عند ذلك هذا يثبت حتى في المدلول الالتزامي. ولكن كل الكلام في إثبات المساواة. ماذا يقول السيد الخوي؟ يقول السيد الخوي هناك ماذا؟ هذه القضية بالنظرة الدقيقة تكون فيها ماذا؟ تكون فيها جنبتان. جنب، نحن لا نقول، أقول أن هذا اللازم أنتم فرضته أعم، صحيح نقول هو لازم أعم بحيث ذاته، ولكن عندنا حصتان من هذا اللازم، جزءان من هذا، حصتان لعله أفضل من كلمة حصتان من هذا اللازم، الحصة التي وقع الكلام فيها والحصة التي لم يقع الكلام فيها. أنتم عندما تقولون بعدم ثبوت الملازمة، بعدم ثبوت التفرع الحجتي كما ثبت التفرع الوجودي، أنتم تتحدثون عن حصة ليس الحديث عنها، لأنه هذا اللازم حصة منه
وقعت في الكلام وحصة منه لم تقع، وقعت فيه هو حصتان، حصة يعني الآن عندما أقول أنه النار لها حرارة، وأقول مثلا أنه النار الحرارة إذا نفيت ليس بالضرورة، يعني إذا فقدت النار ليس بالضرورة تنفى الحرارة. عندما يأتي شخص يقول أنه إذا فقدت الحرارة فقدت النار، ماذا عليه أن يثبت؟ عليه أن يثبت أن الحرارة التي يتحدث عنها، هذه الحرارة التي يتحدث عنها مختصة ماذا؟ بالنار. وإلا لو كانت مجرد فقدان النار كاف في فقدان الحرارة، هذا لا يمكن القول به. لماذا؟ لأن الحرارة ليست مختصة بالنار، قد تأتي بأسباب أخرى. السيد الأخوي يقول هكذا، نحن عندما تحدثنا في هذه القضية عن أي شيء تحدثنا؟ تحدثنا عن هذه الحصة من اللازم، لأن اللازم الذي تحدث عنه الدليل الذي أثبت له الحجة، هذا الدليل تحدث عن ماذا؟ تحدث عن أنه يوجد هنا مدلول التزامي، هذا المدلول الالتزامي ليس مختصا بهذا المجزوم، لأنه هذا مجزوم بحسب هذا الفرض، ما هو مجزوم أخص، يعني الحرارة مجزوم أخص أو النار مجزوم أخص للنار، لأن النار أعم من الحرارة، عفوا، لأن الحرارة أعم من النار، فقد تأتي بسببها وقد تأتي بغير سبب. فإذا أردنا أن نقول أن النار إذا فقدت الحرارة، فعلينا أن نثبت أن الحرارة المقصودة في الكلام هي الحرارة التي تأتي من النار خصوصا، وإلا إذا كانت المقصود من الحرارة هي الحرارة مطلقا، حتى الحرارة التي بها يأتي بها تأتي بها الكهرباء، هذا بعد يثبت؟ نقول لا يثبت، لأنه قد تفقد النار ولكنك لا تفقد الحرارة. فالسيد الخوي يقول هكذا، أنتم تتحدثون عن لازم أعم، ولكن المدلول الالتزامي في هذا الدليل ليس مدلولا أعم، ليس لازما أعم، بل هو لازم مساوي. كيف يا أيها السيد الخوي؟ لماذا يعني تقول أنه مساوي مع أنك تقول بأنه أعم؟ يقول أنا أقول أنه أعم بحسب ذاته، هو بحسب الذات أعم صح، ولكن الذي قال والله ليس عندنا نار فليس عندنا فسنبرد، ليس عندنا حرارة، ما كان ناظرا إلى الحرارة بعمومها، كان ناظر إلى الحرارة التي تأتيه من النار. هذا الذي يكون في الصحراء يتحدث عن الحرارة ما يقصد من الحرارة التي تأتي من الكهرباء، لأنه في هذا المكان ليس هناك شيء اسمه كهرباء، ليس هناك شيء آخر سبب آخر له عنده مثلا موجود في ذلك. فعندما يقول أنه فقدت النار فقدت الحرارة يقصد لأنه هنا يوجد مساواة بين الأمرين. فيقول السيد الخوي أنه أنتم تنظرون إلى هذه القضية، ولكنكم ماذا؟ ولكنكم لا تفرقون بين ذات اللازم واللازم الذي يتحدث عنه، المدلول الالتزامي بعمومه بحسب ذاته، والمدلول الالتزامي بحسب ماذا؟ بحسب ما ورد في هذا في هذا الدليل. الذي تفرع وجودان هو حصة من ذلك اللازم العام، إذا فقد المجزوم الذي هو مجزوم أخص، لا خلاف، لا نقول بأنه مجزوم يعني مساوي، لكنه على كل حال الذي نريد. ونحن أيضا عندما نقول بأنه فقد اللازم، ماذا نقصد من اللازم؟ ليس الحصة من اللازم التي لم تكن مقارنة لهذا المجزوم الأخص، بل الحصة التي كانت لا تفارقه. إذا كان الحديث هكذا، فإذا من أين جئتم بأنه يوجد تفرع وجودي وتفرع حجتي، وأن التفرع الوجودي شيء والتفرع؟ نحن نتحدث عن حصة من ذلك اللازم، وهي الحصة الخاصة بهذا المجزوم. هل يستطيع أحد أن يقول أن الحرارة التي تأتي بها الشمس هي حصة الحرارة التي تأتي بها النار؟ لا، ليست هذه الحصة، إنما هي حصة خاصة بالشمس، هذه حصة خاصة بالكهرباء. فيقول الكلام عن حصة هذا المجزوم، إذا كان الحديث عن حصة هذا المجزوم ماذا يكون؟ إذا نفي المجزوم، فإذا أنا لا أقول أن اللازم تحول وانقلبت ماهيته
من لازم أعم إلى لازم مساوي، لا أقول، ولكن أقول إن الذي وقع الحديث عنه وأنه تابع للمدلول المطابقي وجودا وعدما هو ماذا؟ هو حصة من ذلك المدلول. وأنتم لا تقولون، أنتم لا تقولون بأن المدلول الالتزامي للمدلول المطابقي كل لوازم، كل اللوازم، لا تقولون، تقولون ماذا؟ لازم يخص هذا المدلول. نحن نتحدث عن هذا اللازم الذي يخص هذا المدلول، هل بزوال وانتفاء وفقدان المزوم الأخص يبقى أم يزول؟ إذا ثبت أنه ماذا؟ أنه تلك الحصة الخاصة بهذا المزوم، تلك الحرارة التي يوجد توجدها النار. بعد ذلك يمكن لأحد أن يقول والله النار يمكن أن تحصل من الكهرباء، يمكن أن تحصل من الشمس، نقول له لا علاقة لنا بهذا، لأننا نتحدث عن ماذا؟ عن الحصة التي لا تفارق النار. هذه الحصة التي تفارق النار يعبر عنها بأنها لازم أعم؟ لا، يعبر عنها بأنها لازم مساوي، لأنها حصة النار فقط. نعم الحرارة بما لها من الماء، بما لها من المعنى العام، يمكن بما لها من الأفراد الكثيرة التي لا تخص النار يمكن أن تحصل بأسباب أخرى، ولكن حديثنا ليس عن تلك الأفراد، حديثنا عن الفرد الذي يخص هذا المزوم، الفرد الذي يتحقق به بسبب هذا المزوم، هل يمكن أن يكون أعم منه؟ لا يمكن، لأن هذا هذا يؤدي إلى ماذا؟ هذا يؤدي إلى حتى خرم قاعدة القانون العلي، أنه يجب أن يحصل الشيء من شيء آخر ويكون ماذا؟ أعم منه. هذا ممكن، يجب أن تكون هناك ماذا؟ مساواة، بل يجب أن يكون السبب أقوى من المسبب. فعند ذلك يمكن لنا أن نقول كما يقول السيد الخوي، يمكن أن يكون أن نقول أنه الوجه في المساواة أن حديثنا عن الحصة الخاصة بهذا الملزوم الخاص، ونحن بهذا لا نقول أن ماهية اللازم تنقلب فيصبح لازما مساويا بعد أن كان ماذا؟ لازما أعم. بل علينا ماذا؟ بل علينا أن نقول إن حديثنا خاص بحصة هذا الملزوم الخاص الأخص، لأنه ملزوم أخص، هذا الملزوم الأخص له ماذا؟ له حصة. حديثنا عن هذه الحصة، هذه الحصة التي تخصه مساوية له أو لا؟ يقولون يقينا مساوية له. فلذلك ماذا؟ فلذلك يقول السيد الخوئي، فكل ما يوجب إبطال المدلول المطابقي أو المعارضة، هاي أسباب المناشئ سقوط الحجية المدلول المطابقي، يوجب ذلك، يعني يوجب السقوط أيضا بشأن المدلول الالتزامي أيضا. والوجه في المساواة، حتى ما هو الوجه؟ مع أن ذات اللازم قد يكون أعم من ملزومه كما هو المفروض، إن اللازم الأعم له حصتان إحداهما مقارنة مع الملزوم الأخاص الذي سقط الذي حصل له معارض، والأخرى غير مقارنة، والأمارة الدالة مطابقة على ذلك الملزوم، إنما تدل بالالتزام على أي شيء؟ على الحصة الأولى اللي هي تكون ماذا؟ مقارنة مع الملزوم الأخاص. إذا كانت مقارنة تكون مساوية أو لا تكون مساوية؟ بعد ماذا؟ لماذا التفريق بين التفرع الوجودي والتفرع الحجتي؟ الحديث ماذا؟ الحديث خاصون، هذا الحديث خاص بهذه الحصة، فلماذا إذن تفرقون بينها وبين ماذا؟ وبين يعني الأصل، لأنه هذا ملزوم، ولكنه على كل حال هو بالقياس إلى اللازم هو ملزوم أخر، ولكن بالقياس إلى هذا الذي لا يفارقه هو مساوي، والذي قارنه مساوي له، كيف يقارنه إذا لم يكن مساوي له؟ أصلا هو لا يقارنه إلا لم يكن مساويا له. بالنتيجة السيد الخوي يقول أن التفريق الذي أشار إليه المصنف بقوله يعني هذا لا يبرر، هذا لا يبرر التفرع الوجود، لا يبرر التفرع في الحجة، يقول هذا الكلام ليس دقيقا. لماذا؟ لأنه جعل الحديث عن أي شيء، جعل الحديث عن ذات اللازم، ونسي أن الحديث ليس عن ذات اللازم، عن خصوص حصة من هذا اللازم، وهي الحصة التي لا تفارق ماذا؟ وهي الحصة التي لا تفارق الملزوم. هذا تمام الذي أشار إليه السيد الخوي. بعد ذلك المصنف أراد أن يعني يقول أنه هذا الكلام ليس كلاما تاما،
وأراد أن يلاحظ عليه، فقال ونلاحظ على هذا الوجه أن الملزوم الالتزام هو طرف الملازمة، فإذا كان طرف الملازمة والخصة كانت هي المدلول الالتزام. إن شاء الله هذا حديث في المناقشة يأتي في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.